طيب دي اخبارنا السريعه، تعالوا مع حضراتكم كمان نشوف الصحف العالميه قالت ايه في المحترف. يلا كالعاده بنبدا جولتنا العالميه في صحافه العالم مع اسبانيا وماركا الاسبانيه اللي ركزت على عرض مان يونايتد لضم جواو فيليكس طبعا لاعب اتلتيكو مدريد وكاسيميرو لاعب ريال مدريد، وكتبت اتلتيكو مدريد يرفض عرض بقيمه 130 مليون يورو من مانشستر يونايتد لضم اللاعب طبعا جواو طبعا ولاعب اتلتيكو مدريد، وكاسيميرو يأمل في قدرة مانشستر على إغراء ريال مدريد بالمقابل المادي والانتقال للفريق الإنجليزي. صحيفة سبورت الأسبانية ركزت على تطورات صفقة برناردو سيلفا لاعب المان سيتي وكتبت يعني برناردو سيلفا يضغط وباريس سان جيرمان يدخل المنافسة لضم اللاعب ويعرض 70 مليون يورو للسيتي. طيب من اسبانيا نطلع سريعا للكيب الفرنسيه اللي اتكلمت عن المنتخب الفرنسي والاصابات يعني اللي ضربت عدد لاعبين في المنتخب الفرنسي وكتبت جرس انذار في منتخب فرنسا. هذه الجريده كمان اهتمت بنادي مارسيليا وكتبت مارسيليا يضم اللاعب المهاجم البولندي ميليك في سوق الانتقالات. نروح لإنجلترا، صن الإنجليزية اللي ركزت على رغبة جيف راتكليف بشراء حصة من مانشستر يونايتد وكتبت الصحيفة راتكليف يمكن أن ينقذ السفينة الغارقة طبعا، وهو الاختيار المناسب لطرد عائلة جيلرز المالكة للنادي. كمان اهتمت الصحيفة بلاعب تشيلسي كوكوريلا وكتبت كوكوريلا لن أقوم بقص شعري، يمكن كان في لقطة المباراة اللي فاتت وبعض الناس قالوا اللعيب يعني اتشد شعره في المباراة اللي فاتت شعره بشكل مبالغ في هدف يمكن، فبعض الناس قالوا ان هو لازم يقص شعره، لكن الراجل طلع قال لك انا مش هقص شعري وهكمل على نفس الشكل. اهتمت الصحيفة كمان برغبة المان يونايتد في ضم كريستيان بوليزيتش وكتبت تشيلسي يغلق الباب امام عرض المان يونايتد. دي كانت أخبارنا السريعة وكانت طبعا جولة في الصحف العالمية، زي ما بقول لحضراتكم ملفاتنا النهاردة كتيرة جدا.